يعني ما فهمتي منه امتى بده يروح؟ امي ان شاء الله وطي صوتك هلا بيسمعك مو حلوه. بعدين فرحان قال لي كلها ثلاث ايام بيتركب له الجهاز. الله يخليك امي كرمالك. امي تفضل عمي. قلت شيء ما سمعت؟ السكر. مبسوط كثير ماني معكر. الله يعينك على هالوعه امي ان شاء الله. وطي صوتك كرمال الله. الله يخليك امي كلها ثلاث ايام بروح يتحملي كرمال. هي هي طولان وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ شو طولان؟ بقيان عندي مادتين بدي اعرف اقدمهم. وين معنى؟ المعنى البيت ما بيندرس فيه، رايح ادرس عن تيسير. لك ابني مو قاعد انت باوضتك مسكر لي الباب وفاتح لي الشباك وعامل لي الاوضه ستيريو. هلا امي انت ما بدك يعني انجاز؟ امبلا انا المسجل شغله مو مشان اقطع على صريخكم. امي شو وطي صوتك انت ويا لفوه هلا بيسمع بقى. بعدين خليه يروح هو راسه براسه. تسهر امي بكره بتشوفي. روح بس بالك. انت السبب انت السبب. لك ليش ما بيروح لعنده؟ امي وطي صوتك هلا بيسمعنا. يا سمر يا كنتي روحي كنتي كنتي روحي. يا عمي شو صار؟ لا عمي المي بردت. عمي ما سمعت عمي شو قلت؟ ليك يا عمي شو طرشتي؟ المي بردت؟ نفس الدفى الخبيث مو معقول. يا سلام طلعت التفاحة. اسلموا. التفاحة عمر بتحبوا ابيه؟ اي والله. قول يا بيقوم قول. قلت شيء ما سمعت. قول تفاح. مرتاح مرتاح كثير كثير مرتاح. بكره بس تركب له جهاز السمع بصير يعرف تفاح من مرتاح. قومي حطي لي قبل ما يخلصون. شو قلتي مرت عمي؟ ما سمعت. يو الله يرضى عليك ما قلت شيء. هلا كلكم ما عدتوا سمعتوا. شو قلتي امي؟ شو في مرت عمي؟ قولي قولي تفاحات وزراف كثير. من ايد ما نعدمها. قشري لي رح يخلصون. أنا بقشر لك مرت عمي أحسن تفاح من الشعلان. تعيش وتجيب. مين أبو نجيب؟ مثل ما قلت لك رويدة خانه مكتوب مبين من عنوانه. لك صحيح نحن مو بعيننا لا طلبنا لا أبيض لا أسود. الحمد لله الله كافينا نشكره ونحمده. لا لا ما منهتم بيك شغلات ابنه. لا بس الحقيقة الواحد ما بيقدر إلا يلاحظ. لك فات علينا وصل طم غم بقامته وسلامته. استحى يحمل بإيده كيلو حلاوة الجبن كم مش عيبية مجمع حلاوة سمسمية. لك أختي حمص مليانة من الأشكال ما بتكلف شي. مثل ما بيقولوا الإيد الفاضية من اتني. عين الله عليه هو ولا ابنه. تقبريني رويدة خانم من شابه أبا ما ظلم. امي حاج تحكي بقى. بك روحي من الشابه. امي خصوصياتي خصوصيات. لا مو خصوصيات شغلات هيك يا عمي. قديش انه خاطب هالبنت؟ خمس ست شهور هو فايت طالع علينا وعامل لي عريس لنا. اي ما شفنا منه الوتكي؟ لا يا ربي في اخره. ليش الكذب؟ الله يلعن الشيطان وغضبه. بزمانه ها بزمانه اول ما خطبها اشتهالنا شويه فلافل كم رز كمان جاب. لك من يوميتها ولهلا. شو قلتي؟ اشلون لك؟ صار له عنا خمس ايام اكل شارب نايم. لك اختي شو بدي اعمل كرمال هالبنت بس؟ يا حصرتي عليها حظها معتم. معمي على قلبها مو شايفة وين مصلحتها. لك اتركوني بقى. روح افتحوا لها. روح. حاضر. نقي 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 نقي. تقبر عيوني إلهي. طالع لأبوه دمه خفيف لو شفتيه شو سوا. يا يقول المنفلوطي مظبوطة ساعتون.
يجب ان يكون احسن شيء ضرب مديه. شي ما سمعت. صباح الخير عمو. اهلي صباح الخير. لك شوفي شبك عند الصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شبك شو صار لك؟ قلت شي ما سمعت. رح ساوي لك فنجان قهوة مشان تعرف تقرأ لك كلمتين وتصحي لي راسك، بركي الله بيوفقك بالفحص. قلت شي ما سمعت. أنست وشرفت. الله يعيننا ويصبرنا. يلا سابقتك أنا لعند أبو محمود السمان. يلا أمينة عجلي لك شوي خلصيني. عجلي سوا أمي. ايه. عم يزبطوا شعراتي. خلصيني هلا بلا شعر بلا بطيخ. عمي فرحان جاي. ايه ايه الشام حلوه كثير. مو معقول. قصدي اقول لك انه الشام خربطني. قصدي اقول لك انه فرحان جاي. قلت شيء ما سمعت. لك بنتي ما راح يفهم عليكي اطراش. لا لا ماني اطراش انا بسمع. اكتبي له ورقه احسن من هالصريخ ما راح يفهم عليكي. مضبوط الحق معي فكره كثير كثير ظريفه. امي استني على مهنيك على شو مستعجله؟ ما في بس كربينتي امي رح اكتب له انه نحن رح نترك الباب مفتوح افضل مشان اذا اجى فرحان ورن الجرس وما سمعه يفوت فرحان ما يبقى واقف على الباب. متاكده رح ياخده يغديه معه اليوم؟ ايه امي طمني بالك رح يروح من خلقتك. هيك فرحان قال لي. اكتبي لي لاحمد انه نحن مو جايين على الغداء. استني امي شو اكتب لاحمد؟ نحن مو جايين على الغداء. لن ناتي للغداء. ربي يوفقه بالفحص. وانه نحن بدنا نتغدى اليوم عند بدريه. عند بدري خان. ماشي بدك شي تاني؟ ايه اكتبي له ينزل على سوق العتيق يجيب كيلو لحمه مفرومه. ما عندي طبق العتيق ليشتري كيلو لحمه مفرومه. لحمه مفرومه ما عندنا طبق بكره بدي اطبخ بكره. ماشي امي حطي له هدول مع الورقه. هاتي ايه. وين حطي له اياها امي؟ بالمطبخ. وين يعني؟ حاضر. اقراها. ايه فهمان شي. امي ليش حاطه الورقه تحت المزهريه؟ نشرت له عليها. مالك شايفتي فاتح لي الشباك وقاعد كانه بهوت ابو شفيق. هلا اذا اجت نسمه هو بتطيرها. شبك خلصيني بقى. يلا امي ضيقانه على رجلي هيك. خاطرك عمي؟ قلت شي؟ ما سمعت. امشي.
وحافظ لي لهالكلمتين. قلت شي ما سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن توقع هون؟ بدك بالون؟ بالون؟ توقع هون. تفضل استلم، هيدا انك جبله. شو بدك من ابني؟ جبله جبله. تفضل استلم، هي جبنه. قل شيء ما سمعت. جبنه. تفضل وقع. ايه مربع ب مربع زين دال مربع ج مربع ب مربع س دي دال مربع ج مربع س مربع دال مربع س دال مربع ب مربع ج مربع س دال ربيني لا اسالك رد القضاء لكني اسالك اللطف فيه. وين بكون راح؟ وين بكون راح؟ ما بيعرف يمشي بالشام، بس بدي اعرف وين راح. فهمان ليكون ضاع. عود اهدى لا تخاف عليه، بعدين معه عنوان البيت ورقم التليفون. عود وين راحوا امك واخواتها؟ ما بعرف. بجيت من الفحص ما لقيت حدا بالبيت. صحيح، كيف عملت بالفحص؟ ممتاز، ما في احسن من هيك، جاوبت على كل الاسئله، يعني يا برح لي علامتين يا علامه تامه. ولسه عندك شيء؟ بعد بكره عندي رياضيات ومنخلص. اف هلكني الفحص هلكني. بس بتعرف اليوم المساء الساعه 7 في مباراه بين فرنسا وهولندا، بدي احضرها. هلا شو بدنا نساوي؟ هلا بدي اقعد ادرس لي شوي قبل المباراة. لك مشان ابي، شو بدنا نعمل مشان ابي؟ معقول يكون ضاع؟ عدوا خبروا مخافر هلا. نستنى شوي يا فرحان، بركي بيجي هلا قبل المباراة. الله يصلحك يا سمر. الله يصلحك يا سمر. انا قلت لها لسمر اني جاي اليوم قبل الظهر مشان ركب له جهاز السمع. وين راحت؟ شوف فرحان، نستنى من هون لبعد المباراة. إذا ما اجى بنفكر شو بدنا نساوي. شلون؟ ولا لا؟ لك ليكون راح مع عمي واخواتي. هيك رأيك؟ يعني بجوز بركي اخذوه شي مشوار. يعني بيستناهم؟ طيب يعني شو بدنا نساوي؟ هلا رأيك انت مين اليوم بيربح بالمباراة؟ يا فرحان ليش ما عم بتصدقني؟ مثل ما عم اقول لك ليك الورقة انا كتبتها بايدي قبل ما اروح انا وامي. وين راح؟ وين راح؟ بس بدي اعرف وين راح. طيب ليش حطيتي المزهريه فوق الورقة؟ مو انا، قلت لك امي هي اللي حطتها، بعدين خافت عليها ليطير الهوا، كان عمي قاعد هنيك وفاتح الشباك. لا قوم دور عليه. عود لك ابني عود، عم احط عشاء انا عود تعشى. مالي نت، كيف بدي اكل وابني ضايع كيف؟ لك ليش خايف عليه؟ البلد عنا امان، عود عود لذوقك الجبنات اللي جابهم ابوك، يسلموا ايدي الهي، هيك ها؟ من زمان نحن ما اكلنا هيك جبنه. لسه بتقولي جبنه؟ ابي ضايع وهي عم تركب الجبنه. لسه بيرجع بيقول لي ابي ضايع. استنى شوي هلا بيرجع، وين بده يروح؟ بخاطركم ما بطلب بتصل فيكم اذا اجى الله يعلم وين هو هلا. ابي فرحان وين بدك تدور عليه هلا؟ وين بدك تلاقيه؟ ما بعرف، الله يعلم وين هو هلا يا سمر. طول بالك الا ما يلتقى. سمر هذا ابي وانا بحبه، اصلا ما ضل حدا بعيلتنا غيره. وعمي وانا بحبه كمان. سمر بخاطرك يعني ضروري تحط المزهريه فوق الورقه. منك انت امي كيلو منك. لك حاج بقى انت الثانيه، هو على ايش خايف؟ مين راح يخطف له ابوه؟ احمد تعال بولان، هات لك مالي. اعطيني كمالي. اي كلام كمالة شو؟ كمالة حق اللحمه. اني لحمه؟ مو كتبنا لك ورقه تروح على سوق العتيق تجيب كيلو لحمه مفرومه؟ اعطيني كمالة المصاري. ما شفت شيء. شلون ما شفتي؟ احمد بتكون صارف وانت ولا؟ انا؟ ولا؟ اهلي لامي امي اجا فوت على امي. هلي
قلت شيء ما سمعت. الله يصلحك يا مرت عمي. هيك تبعتي لي ابي على سوق العتي يجيب لك لحمه؟ لو وصيتي لي ما كنت جبت لك انا. لك اسمعي سمر على سمعه. لك بايش بدي احلف لك اني انا ما بعت ابوك؟ انا تارك المصاري ومعهم شقفه ورقه بالمطبخ حتى بالعلامه كتبتها بنتي سمر، مو هيك سمر؟ سمر؟ وكان قصدي احمد يروح يجيب اللحمه، بعدين نحن مو بعازه حدا يجيب لنا اغراض، الله يخلينا احمد. اذا ممكن طفوا صوتكم شوي بدي اعرف ادرس. هي اخر ماده عندي ورياضيات، يعني بدها تركيز. مين ربح المباراه يا احمد؟ طلعتوا التلفزيون؟ ما طالعت شي ولا شفت شي، راحت علي اساسا. روح تقبرني، روح دروس، الله يوفقك وينجحك الهي، رح نوطي صواتنا خلاص، تقبر قلبي ان شاء الله. لك اذا ابوك اراها للورقه بالغلط، نحن شو ذنبنا؟ لك مو هيك سمار؟ انت لك انت كتبتي اسم احمد بالورقه؟ ما بظن. لا مو كاتبته. على كل عيني هي ابوك قدامك صح؟ تعالي. يا لطيف كله كنت حاسبه الا انه ابي يروح سوق العتيق يا مرت عمي. معقول يا ابي؟ ليش شو بسوق العتيق بعدين؟ لحمته ظريفه وارخص. لك انا رايح بكره الصبح بالخبز. بدك شيء مرت عمي؟ سلامتك. مالي طالعه بكره عندي طبخ انا. ماشي. ابي 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 بكره الصبح بيجي باخذك مشان نركب الجهاز. قلت شيء ما سمعت. نركب الجهاز. زيت كاز؟ قل والله وحد لا اله. اتركوا علي انا فهمه. هلا انت اذا ركبت له جهاز بصير يفرق من الكاز من الجهاز؟ ايه بصير بفرق. شفتي؟ متى ما سمع سيره الجهاز بسمع دغري. خاطركم. جهاز ما يسفروا بقى ولا عجبته القعده بالشام ناوي يبلط عنا؟ امي مشان الله وطي صوتك يسمعنا مو حلوه. لك اي يسمعنا عيار الضيف ثلاث ايام حبيبتي ياخذوا امهم لعنده. مو انت اللي حلفتي علي؟ مو بصير الا تقعد عنا. يا ريتها ما طلعت من تمي كلمه انا وقلتها راحت عمشق فيا وتمسك فيا. امي ولسه قاعد حاطط لي هالشليمون تلمته ونازل. وابنه شو مروق عليه مبسوط عليه طالعة والنازله بطعميه على كل درس لون. شو عليه؟ شفتيه بحياتك في دخل علينا بغرض الا شي ليمون تلمتي؟ ايه امي كلسان ليكي. يا عيار 18 روحي. امي وتسمعي كرمالي. حاجي عاد حاجي ما عاد فيني تروي ايدي بطلت تروح روح. امي امي ضربني فرحان. ما عملت له شيء مرت عمي ما عملت له شيء هو ضربني وراي ايدي. شوف يا فرحان انا برايي انه طولنا بالقعده هون ولازم اما سافر او انتقل لعندك. يا بس اني حلفوا عليك تضل عنده. ليش في شيء زعجينك بشيء؟ لا يا ابني ما في شيء بس يعني هني مفكريني لساتني ما عم بسمع. وانا شايف انه طالت قعدتنا والمثل بيقول يا ابني تقل على امك وابوك وبيكرهوك. ويعني الحمد لله نحن هي ركبنا الجهاز وصرنا نسمع منيح. ايه الحمد لله الحمد لله. بس انا من رايي يا ابي ضلالك كم يوم نطلع لنا كم مشوار بالشام. هلا انا بحكي مع سمار وامها بركي بنتفقوا منها. لا يا ابني لا تحكي شيء انا بدي اسافر. عمي ما تواخذنا تاخرنا عليك بالغدا. يسلموا ايديكم. لك سمر وين رحتي؟ تاهي نطفي الطاوله لبين ما انا اسكب بالاكل خلصيني. يلا امي جاي بتحبوا تاكلوا على الطاوله ولا على الارض؟ لا على الطاوله. شايف ابي؟ شايف شو سريعه؟ ما شاء الله. ما قلت لي عاد بدك تطيب طيب؟ طنجره ولقيت غطاها. فرحان.
اسمعي هاي وحده ثانيه كمان. واحد طويل كثير كثير طويل اجى لعند خضرجي وقفك قال له مش قد كيلو المشمش؟ طلع فيه خضرجي قال له وطى شوي هذا اناناس. ايه مالي عرفانتك ظريف لهالدرجه؟ اللي ما بيعرفك بيجهد. لا ايه هيك ضحكتي. ها ما ضحكت من قلبي فعلا يعني. ما لنا اخذين شيء معنا ام احمد؟ اي نعم اي نعم. ابني ظريف لهلا ما شرف؟ خير؟ ليش عم تضحكوا امي؟ اسكتي تاري عمك له شغلات ونهفات بتطقق من الضحك. هلا عرفتي امي؟ هاتوا لشوف ليش عم تضحكوا؟ اقعدي شوي لبين ما يجي السيد خطيبي وياخذني على الباص. شو مليت مننا ابو فرحان؟ عد لك يومين رخاء. لا يا ام احمد انا ما مليت منكم، بس يعني انت بتعرفي الواحد ما له غير بيته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مثل بيتك وسمر مثل بنتك. واعز ان شاء الله، وريته يسلم البيت لاصحابه. بس يعني يا ام احمد بيسوى الواحد يعني الضيف يكون خفيف شوي. قلت شيء ما سمعت؟ احسنين. شو اجيت طمني كيف فحصك اليوم؟ انضربت يا امي، انضربت بالرياضيات كمان. فوت. يعني بتنضرب على قلبك وبترسب هالسنة؟ لا بجوز ما انضرب على قلبي، بس يعني المجموع ما بيطلع مثل ما بدي اياه. إذا وقفت على المجموع ماشي الحال. اسكتي أنت، ما دخلك. ما دخلني، شي ظريف كثير، على كل إن كلهم شهرين زمان بتطلع النتيجة وبنشوف. وينه أمي وينه؟ سافر ابني سافر، اجا فرحان اخذه ليسفره. سافر؟ لكان بس اجى على حظي ايام الفحص هيك مقصوده؟ لا تتحجج بحدا اذا لسبب. ما عم بتحجج بحدا، بعدين ما حابب سو. ان شاء الله يا رب. امي نعم. خليكم بمعلومك اولا وثانيا وثالثا انه انا اليوم بكره بس عندي مجال اشتغل، لانه بعد بكره بتخلص اجازتي. ها حلو، عندك بكره بنعزل في البيت. امي جيبي لفاية. لفاية حبيبتي، منين بدي اصرف على البيت انا؟ بتعطيني انتي؟ يا ربي بصرف على البيت انا، مش امي هاي خلصنا الفحص، هاتي المفتاح لطلع التلفزيون غزالتي. بلش المسلسل وانا اذكره منهم. غسيل امي. كوي غسيل. انفنيت انا. كوي كوي انفنيت. غسيل خش. ليل نهار طول الوقت انا هيك، مو معقول. خلص هي امي خذي شغل شغل، ما بده يخلص الشغل. شو ساعدك امي كمان؟ ما في ناوليني. يا على شو الوسوسه؟ رح اجيب لك البربيش. انا بربيش بدي، ما بدي بربيش ولا شيء امي. امي هذيك المره انفدت برجلي وبهمك وضلت دوحس مدري قديش، هالمره يبدو بدها تنفدى بروحي. من حاجه لعيال ما خصيني. بتعرفي؟ زماناتي قريت قصة بوليسية عن وحدة بتموت. لا تكملي لا تكملي. تعي انزلي شوفي مين. امي انزلي امي. ماسكتي يا ابن الله الرحمن الرحيم. صرت على الارض. لك روحي بقى. مرحبا. هيك بدي ابعث لكم اياهم. ام خالد. ام خالد؟ ايه يسلم. انت ميلك بنتي؟ شو هذا اللي حاملتيه بين ايدي؟ رز من عند ام خالد، قال استعرته من عنا. ايمتى؟ مالي متذكره انه اخذت رز من عنا. شو بيعرفني امي؟ على كل فايته اشوف الرز اذا ما قعد. قضية فتح ابواب وتحزي، فتح ابواب وتحزي. مرحبا. اهلين خير.
انا من شركه برده للنقل. ايه شرفنا خير. شو الوالد موجود؟ مزبوط مزبوط. الرز ناقص. انا من شركه برده للنقل. خير اخي شو بتري؟ عم يسالني عن النبي الله يرحمه. فتت لي شعاتي ما قدرت اكمل تعديل. انا اوف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويرحمنا اجمعين امين. الله الدائم. لا تاخذوني يا جماعه ما دريت. عظم الله اجركم اختي البيه بحياتكم ان شاء الله تكون اكبر المصائب يا رب. خير شو بتريد؟ الفاتحه على روحه. نعم اخي شو بتريد؟ يعني الوقت مو مناسب بس احكي خلصني شو بدك؟ اولت امبارح اجيت وشفت الوالد الله يرحمه. جوزي صار له متوفي 3 سنين. 3 سنين؟ عم بقول لك اختي انا اولت امبارح جيت وشفته وحكيت معه. يا اخي يمكن انت تكون غلطان بالعنوان. المرحوم جوزي صار له متوفي 3 سنين مثل ما عم اقول لك. يا اختي ماني غلطان، حتى بالعلامه كان سمعه ثقيل شوي وتعذبت لتفهمت معه. اكيد عم يقصد ابوه لخطيبه. اخي مسافر، شو بتريد منه؟ سافر؟ هلا كنتي عم تقولي لي انه توفى، بعدين سافر؟ شو القصة اختي؟ لك اخي انت فهمني شو قصتك، شو بتريد؟ اختي انا سلمته للمرحوم، قصدي للرجال اللي كان هون تنكة جبنة. يسلموا ايديك، كثير زراف طلعوا الجبنات. ليش فتحتوها؟ لكن شو؟ بدنا نسكرها؟ فتحناها، لكن شو بدنا نسوي؟ إذا ضلت هيك بتعطل بعدين. بس يا اختي هي مو الكون. يوه لكن لمي؟ فهمي علي يا اختي، انا غلطت بالعنوان. وصحابين التنكة اتصلوا لعنا على المكتب، قال ما وصلتهم تنكة جبنة، حاكم اللي بعتينا اتصلوا فيهم وقالوا لهم. ومين اصحابها؟ جيرانكم هون، بالبناية اللي جنبكم. يعني التنكة مو من أبو فرحان؟ أبو فرحان، أبو زعلان ما بعرف، المهم هلا أنا جاي لحتى آخذ التنكة وأعطيها لأصحابها. بس أنا مثل ما قلت لك، فتحتها وأكلنا منها، وبعتت لأم خالد وأم تيسير كم قرص. بس يا اختي التنكة مو الكون، كيف بتسوي هيك؟ لك شو بيعرفني انه مو النا؟ ما قلت لك اجيت لقيتك تنكة موجودة بالبيت فتحناها وكنا منها؟ انت الغلطان مو نحنا. وهلا شو الحل؟ الأمانة لازم ترجع لاصحابها، بتعرفي يا اختي اذا ما رجعت بتغرم انا بحقها ويطردوني من الشركة. بقى الله يوفقك دبرينا. اول مرة بحياتي بصير معي هيك، صار لي 10 سنين ما غلطت. بس الحق مو علي، على الرجال اللي اخذ التنكة مني. يعني شلون بدي حل لهالقصة؟ لو الجماعة أصحاب التنكة ياخذوها ناقصة كم قرص، خوش بقيها نصها. نصها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف بدهم ياخذوا نص تنكة يا أختي؟ أنت بتقبليها هيك لو كانت إليك؟ لا ما بقبلها، تعي اسمعي على السمعة، سافر عمك وما خلصت من قصصه. أنت وين ونحن وين؟ الله يوفقك دبرينا. شو رأيك نمر على الجيران اللي أعطيناهم القراص، ناخذهم منهم، ومروا لعند الجماعة تبعات التنكة بنحكي لهم قصة من طقطة لسلام عليكم، بس استناني حط على راسي. الله يوفقك، الله يوفقك. إيه رويدة خانو؟ إيه ما كملت لك، رحت بقى أنا مع الرجال ولمينا قراص الجبنة من عند جيراننا، بس شو حسيت حالي قد الكمشة وأنا عم أطالبهم. اشتهيت الارض تنشق وتبلعني وما انحط بهيك موقف. ايه قال فرحنا بالجبنه وقلنا لحالنا جاب شي معه، بس انا الحق علي اللي ما سالته عنها. كمان طلع عاطي لي ام خالد رز وبتيسير سكر. بس يا سمار بس بقى عم بحكي على التليفون انا. عاطيهم سكر ورز بدون علمي. كيف كيف؟ ايه قلت كيف كان بده يسمعني. المهم حبيبتي شو زعلت على الجبنه؟ كانوا كثير زراع. كنت مخبيت لك كم قرص مشان توقيك ياهم. لا اقل منها يعني. جايتك بالحكي رويدة خانو. لك حاجه صرخي. ايه نعم جبنا هالجبنات وحطيناهم بهالتنكه. رحت انا والرجال. ايه هذا العامل اخذنا هالتنكه معنا لعند اصحابينا وحكينا لهم القصه من طقطة السلام عليكم. يوه ايه بس سمر عم بحكي مع بنتي عم تتحمى. ايه ايه هون عنا ساكنين جيراننا بالبنايه اللي جنبنا. بس شو بين؟ فرش ستيل وتريات كريستال مليان تحف. اهلوا سهلوا فينا وشربنا عندهم القهوه.
لو شفتي الفناجين. لك بس سمر سمر. ايه ما حكوا شيء. لا لا قالوا لي اذا عجبتك الجبنه الا ما تاخذيها كلها. انا استحيت منه، حملوني كم قرص بالزور، قال رح يوصولي على تنك هديه منه. ايه ودائما زورينا ويا ميت اهلين وسهلين. هذا الرجال ايه طلع مبسوط لك. انا شو قلت له بالقبيل؟ قلت له وينك؟ اذا حكوا شي معك بالوظيفه انا بروح بذات نفسي لعندهم بحكي لهم القصه بطاطا السلام عليكم. تعرفي حرام هو ما دخلوا بالشغله. ايه ايه مزبوط. تعي افتحي سما. ايه بنتي بالحمام صحي. انا بفتح الباب. تقبريني رويدة خانم رح اسكر انا. ايه ماشي ماشي حبيبتي مع السلامة. جاية جاية. فرحان خير؟ شو جابك هلأ بهالوقت؟ مرحبا مرت عمي. أهلي. الوالد نسي عندكم مصاص المتي كمان. رح أجيب لك إياها لحظة. ما قدرت استنى لبكره الصبح جايب لك رساله حب.